السلام عليكم. السلام سي عبد الله، كيداير الشيخ بخير؟ جمهور كريم، السلام عليكم. حنا مباشرة نحل السؤال في ضيافة الخدمة عبد الله الفادي بحضور السيد الرئيس السي عواض رئيس زناكة، ومعنا رئيس ديال الثقافة السي زهير. نشكرو ونشكرو السي عبد الله الفادي على حسن الضيافة، ومعنا الكرامة في المستوى تبارك الله في تيم حائزين على ميداليات ذهبيات وفضيات ونحاسيات، ونطلبوا السلامة وتيسير الجميع. ومرحبا بكم. السلام عليكم خوت، مرحبا بكم. بقاو معنا نشوفوا الطريقه ديال تغيير الحدوه ديال الحصان مع هذا المارشال عبد الله، طريقه احترافيه تبارك الله. السلام عليكم سي عبد الله، الله يسخر. امين، الله يحفظك. امين، الله يبارك فيك اخو. شوفوا معنا الطريقه ديال تغيير ديال الحدوه ديال الفحل. خويا كدير؟ احنا مباشره من اسطابلات مقدم عبد الله الخادي، كنتمنوا ليه السلام والتيسير. بصراحه طريقه احترافيه ديال تغيير ديال الحدوه ديال الفحل. معكم مارشال السي عبد الله، مقدم تحياتي. الله يحفظك، بارك الله فيك. طريقة احترافية كما قلت لكم، وطريقة جميلة الصراحة. ونوريكم. السلام خويا، كيداير؟ بخير، الله يبارك فيك. تجهيزات ديال السي عبد الله السمار، ها هو معكم خويا. الركابة ديال المقدم عبد الله الخادي، أخك شهوة، مرحبا بكم. الله يحفظك. تجهيزات ديال المارشال السي عبد الله. شوفوا الطريقة. وتحية لجميع السمارة وجميع المارشال اللي في المغرب، تحية لهم جميعا. كدير اخويا؟ صحيحة، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يحفظك. سير توكل على البرودوي. سميتو سي عبد الله؟ لا غريسا باش كير طاب صاب واه طاب دابا طاب تعب دابا طاب صح ضروري ندير ليكم الصابون. تبارك الله عليك، وكيعطي شي منظر زوين، كيعطي جماليه. الناس راه كيسلموا عليك حتى في الكومونتيرات السمار. بزاف شكرا بزاف. إزالة الحدوة القديمة هي الطريقة الأولى، عاد كتنقي من بعد الطريقة الثانية كتنقيها. ولكن هذاك الشيء بالعبار باش ما تشوشيش ياك. ضروري ضروري كيكون واحد المكوان كتبقى خدام عليهم، يعني ما خصكش تفوت واحد المليمترات باش ما تاديش ليه. حيت إلا فتي هذاك المليمتر في الحصان كيكون داك الشيء اللي زايد ميت، ملي فتي ذاك الميت هذي اللي غتوصل لها الحمد لله. ولو وصلنا للحمل غنوليو مشكل. هو غادي يتوعش.
اللي زوين عندك السي عبد الله هو تبارك الله عليك هذاك الشيء عندك بيان ايكيبي مجهز تبارك الله. الله يكبر ليك وهذا ماشي ضروري ما كايناش العشوائيه ولا هذه صراحه احنا بدون مجامله. الله يكبر ليك ضروري مازال ان شاء الله تشالو الجديد ان شاء الله يعني ان شاء الله نطلع شي ماتريال جديد يا اخويا. الله يسخر لك اخويا عبد الله ماتريال كيعاون بزاف في اي دومين في اي دومين في اي دومين والطريقه كتخلي العود مرتاح الا كنتي بهذه الطريقه غتكون ميطو اونفلي. ودابا شنو اللي عجبنيش كتشد راسك كتشد راسك صافي كتخلي العود مرتاح وانا مرتاح. اه حتى العود كيزكى تبارك الله. اه حتى هو تيرتاح ولا دابا كتكليمين اه الفينيسيون بالليمه باش كتجي الصفيحه لاصقه. جيب القوط دريساج ديال التوازن. التوازن نعم التوازن اللي يبقى غادي يبقى حتى شي جهه. كيما كتشوف عرفت داكشي ميزان اجيست. تا هو غاتبان دابا المبريد. معنا نشوفوا هنا التجهيزات ديال السي عبد الله. دابا غادي نليميو من برا ديال الفينيسيون دريساج خارجي هنا خارجي ها ولا والتحية لجميع السمارة حنا كلشي خوتنا. مرحبا تستاهل اخويا ترى صديق ديالنا ديما كنتلاقاو معاك وكيخدم طريقة احترافية وتجهيزات شو تجهيزات تبارك الله صراحة. واه مسكين راه رزقه الحلال طيب حلال. دابا غندوزو للمرحلة ديال التركيب ياك. ياه باش داكشي اللي قديم فيها دابا غترجع هي يعني شنت باقا مزيانة. اه باقا مزيانة نقيشها العود. هي تدي الماكسيموم تدي المدة ديال العام. عام اه. وانت الكاليتي ديال الحديد كيبان ليا كاليتي مزيان. هذه هي اسبانيا ما كنخدمش مع المصطاد. اسبانيا ياك؟ هذه اسبانيا وبالنسبة هنا كما كتشوف. قرا لي. ماد ان سويدن سويدا. يعني لا مارك لا ما كانش لا مارك ما نخدمش بها. وعندي خمسة الكاليتي ديال المسمار. كاين زيرو دبل زيرو كاين جوج كاين تروا في المسمار واش كيخدم لها؟ تعرف واش المسمار على حساب على حساب ديامتر اه على حساب الحافر اه فهمت. الحافر اللي كما كنقولوا كاين الضفر اللي غليظ وكاين الضفر اللي غليظ. الضفر اللي غليظ نقدروا نديروا ليه المسمار ديال الجوج كما كتشوفوا ها هو هنا. ما سميتوشيش اللحم. ها هو هنا شوف كيفاش كينزل. هذا المسمار الواحد هذا. هنا انتم شوفوا كيفاش غينزل. قرب. هذا المسمار ديال الزيرو. اه على حساب الفوق اه. فهمتي كيفاش ينزل؟ كل واحد على حساب الحافر ديالو، كاين الحافر اللي غليظ غنركبوا ليه ديال الجوج، حيت غيستحمل المسمار ديال الجوج غليظ ما غيتفرقع ما والو، كان الحافر رقيق ضروري غنركبوا ليه ديال واحد، إلا ركبنا ديال الجوج الحافر راه تيطردق. تبارك الله عليك السي عبد الله، معلومات قيمة، استافدوا الخوش، استافدوا من هذه المعلومات ديال السي عبد الله، راه عنده تجربة كبيرة ومعروف عن موالي الخيل. ها هو الله تبارك الله على العود راه اللهم بارك اللهم بارك. شوفوا معنا الطريقة ديال التركيب الآن. شنو درتي العبار ديال المسمار هذا؟ هذه السمارة ديال الواحد. ديال الواحد اه. الحافر عنده شوية ما بين الأخر. بين وبين. بين وبين. إذا كان الحافر رقيق بزاف غنديرو الزيرو. فهمتك.
عاد باش تعاود ما يحسش بيه، كي دخلتي ليه الثمار غليظ راه كيحس بيه، ما يبقاش يبغي يزقى. واش كتنصح الناس الوقت اللي غيغيروا فيه الحد هو التعديلات تقريبا؟ نعطي حد الناس كاملين كاع الفلاحه كاملين، يعني عندنا سنتيموس اللي كيتزاد في الشهر المده ماكسيموم، كاع الماكسيموم كيفاش تكون 45 يوم خصك تغير لي، باش كيوقعوا مشاكل في رجلي، رجلي كتنفاخ ملي كيتزاد الحبر، الحبر كيتهرس من واحد الجهه كيدور الجهه الاخرى كتولي واقفه، وهذيك الوقوفيه كيولي الضغط عنده هنايا على على لافورشيت، فورشيت كتعطي لهنايا 3 ديال بالونج 2 ديال بالونج، كتعطيهم هنايا كتعطيهم نفاخ سخونيه، وديك السخونيه كتخرج ليها نفاخ كيخرجوا بوليات هنايا كيخرجوا واحد البوليات هنا، هذوك البوليات هما اللي كيتسنوا عاد مع المده كيكونوا الماء، وداك الماء مع المده تيقصاح، ملي تيقصاح كيولي محجر هنايا صافي العاود كيعيب. يعني 45 يوم خاصها تتبدل، تقدر ترجع هي ولكن يتنقى اذا كانت باقا مزيانه ضروري خصها تتنقى. شكرا. كما قال لكم سي عبد الله خاص ديما الحد هو التغيير على في مده ديال 45 يوم، صور عينيهم باش ما تكونش عندها عواقب على العود، على الرجل ديال العود. سي عبد الله المعلومات عندك تكوين عندك كتبان لك كتبحث في هذا الدومين تبارك الله عليك. مازال باقي لي مازال ان شاء الله في هذا الشهر ان شاء الله بقى عندي واحد ستاج على حد داخل شي ماتريال جديد وداخل شي برودويات جداد خصنا باش نخدموا بهم، حنا ندخلوا الناس ديالنا هنا في المغرب باش هما يزيدوا نطوروا هذا الشيء. لا عندك طريقه صراحه احترافيه وعندك معلومات ماشي العشوائيه صراحه تبارك الله عليك. نرجعوا على السيد الرئيس. السيد الرئيس سي عبد الله انا غادي نشوف الضيوف الكرام ونرجع عندك. إذا خوتك كنتم كتشاهدوا معنا حنا مباشرة من إسطابليات السي عبد الله الخادي، عنده تدريب اليوم ومعنا حضور رئيس جمعية فرسان زنيرتا وأحد الركائز الأساسية ديال المقدم أسامة العسري والسي زهير خموري. تبارك الله عليك. هشام القرطاسي اللي عزيز علينا وفكرنا جازي بخير وسي العواق وزهير الله يحفظك خموري كاملين وبيدرا وأسامة مقدم أسامة العسري وكل شيء ان شاء الله نتمناو الفراج باش يرجعوا لينا. ان شاء الله السي العواق مسكين هو اللي تحمل معنا مشاق السفر وجابنا صراحه. الله يجازيه بخير. تحيه سي هشام الله يجازيه بخير. انا نشوف موطور السي العواق مسكين هو اللي جابنا، حنا كنمشيو لاي بلاصه كنمشيو لها كنشوف موطور. وموطور كاين الطريق صراحه. اي بلاصه كنمشيو لها غادي نمشيو عند اسامه العسري. هيا اسامه السعيد. بقاو معنا راه كاين غدا ان شاء الله مقدم اسامه العسري ومقدم جواد مرشيش من عين عوده ان شاء الله. تحيه للخوت. تحملوا مع السفر ديما كنمشيو اي بلاصه كنمشيو بالموطور، ما فينا لا بروتوكول لا ما عندنا لا بروتوكول، عندنا السي 90 وقادي الغرض ما كيديروش الفلوكات ديال غادي في الطوموبيل وهذا راه حتى هما كنمشيو نحصلوا باش يعلموا باش كنديروا جوج كيلو كنديروا شي مباشره باش كتشوفوا المباراه ديال هو بحاله. والله يدير لي الخير والله يسهل على الجميع ومولي الخير. شكرا. إذا نرجعوا للسمار باش نستافدوا صراحة عنده معلومات قيمة والناس ديروا بهاد المعلومات ديال السي عبد الله الماريشال. السي عبد الرحيم كي داير؟ الله يحفظك. هيا خويا عبد الله ها هما الحدوات ديال الحصان. هذا الكباري ماشي كباري، هذا بالنسبه للعود اللي ما عندوش طالون. تركبها لي كولي هذه تركبوها هكا كولي العود عنده طالون كيولي مزيان، ما كتبقاش تبقى لاصقه فيه لاصقه في الرجل ديالها. بدا حتى النهار اللي نبغيو نغيرو عاوتاني فهمتك. باش حيت لا تشري الطالون كيولي عنده مشكل هنا في هذا الطالون. وهاد البلايص كيتلفولي لا ما كيبقاش يجري ما كيبقاش يعطيك داك الشيء اللي عنده كامل فهمتك. ما كيبقاش كيعطيك الا زدنا وقت اللي رجع كيوقف 3 ديال. بالنسبه كنشوفوا شي فيديوهات كاينين شي حدوات ديال البلاستيك هما هادو. اييه 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 سعدي
وكاينين هادو وتما الدور ديالهم مزيان كيقوموا بالحمايه ديال الحلوه ديال البلاستيك كيلصقوا غير ذوك الخيل اللي عندهم مشاكل في الصابون ما يمكنش العود ما عندوش مشكل في الصابون هادو ديال البلاستيك العود اللي ما يبقاش عندنا فين غنلصقوا ليه حنايا المسمار كنلصقوا ليه هادو بالكولا فهمتك بالكولا كنصوبوا ليه الصابون جديد وكنلصقوا ليه بالكولا هادو هادو على حساب باش الرجل ديالهم ما يبقاش تكال. شكرا سي عبد الله، شكرا على هذه المعلومات القيمه والخوت كنتمنوا تكونوا استفدتوا معنا. تبارك الله عليكم وبقاو معنا في العشيه ان شاء الله. راه كاينه غيكون المباشر من اسطبلات المقدم عبد الله الخادي التدريب الخاصه بالصربه ديالو. كنتمنوا ليه السلامه والتيسير. معكم.